شباب نقعوا برا. أنا ما قتلتوش. أنا يلي علقت لك إياه بالساحة. اللي قتلوا غريمك شو بعرف ناطر؟ ما تروح تستاد منه. أنا إذا بدي أقتل حدا بقتلك لإلك. آخ آخ شو كنت بتمني أوصل لك قبل ما يوصل لك نمر. بس يا خسارة ليش نصيب؟ أنت قاتل خيي الكبير وأنا إلي حق عندك. وطاري عندك وراح آخده. بدك تاخده. خدو. امسكه. يلا ولك. لما بدك تاخذه لتارك بتحط عينك بنص عيني مثل ما حطيت عيني بنص عين خيك هذاك اليوم. وش لوش ما بتعلقه لمختار هيبتك كرمال الغريب. الغريب اللي عملك مثل الصرماية انت ما بده بيشحك وانت ما بده بيلبسك. قتلني وخلصني. بقول لك قتلني وخلصني. فيك تتنوا لك اصحاب اصحاب ما هيك بتتاخد التارات لك يا بابا. بدك كتير فتفشك. معقول تتركه بعملته يا الجبال؟ هذا مثله مثل الجحش احمد مثل كتار بلفون نمر وضحك عليهم. انت شو مفكر؟ قديش بيكون نمر مبسوط ونحن قاعدين عم ندبح بعضنا؟ الحقوني بالكرة على السيارة وخلي أبو بشرى يلاقينا على الطريق. حملوه.